فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي، نحكي على اتحاد بنغردين. البارح تفاجئنا الناس كل بالخبر نتاع التخلي او القطيعه بين اتحاد بنغردين والمدرب كمال زعيم تقريبا قبل اسبوع او 10 ايام من مقابله مهمه للفريق في كاس الكاف. على كل باش ناخذ اكثر توضيحات وتفاصيل حول الموضوع هذا، معنا بالتليفون كمال زعيم. كمال اهلا بك. مرحبا سلام، مرحبا بالساده المستمعين. خويا نعش حتى سؤال كيفاش تنصيغه، شنو صار كمال؟ تقريبا تم تعيينك منذ 10 ايام، ما زلت البطوله ما بداتش، ما لعبت حتى ماتش، على اساس شنو تمت القطيعه؟ نحب نفهم من عندك انت شنو صار. والله يا سلام ما فما حد شيء يعني تخبى، يعني خاصه يعني كنشوفوا يعني الناس كل الراي العام شارع الرياض يقرا البيان اللي حطته اتحاد بنغردين، كل شيء واضح. فما تفاصيل في العقد اختلفنا فيهم، وجهات النظر كانت مختلفة، دونك انا بريفيري يعني تكون يعني عدم المواصلة دائما كان في الاحترام. وبالعكس يعني كما قلت هذوما اختلافات تقع بين المدرب وتقع بين النوادي، عادي جدا. فما شكون يجم يقبل بهم، فما شكون ما يجمش يقبل بهم، دونك هذه هي الكل الحكاية. راهو فما برشا اشياء عبيت تتكلم، وفما حاجة لا استقالة لا هي إقالة. هذا عقد ما تفهمناش في نقاط معينة في العقد، دونك تفهمنا باش يعني كل واحد ربي وجهه خير. كمال انت قد قعدت تخدم 10 ايام هكا ولا ايه؟ اي 10 ايام. مش نورمال مو تكون التفاصيل هذه تفهمت وفاق بما تبدا في الخدمة نتاعك ولا ايه؟ شوف سلام، وقت اللي انا بديت نخدم في اتحاد بنغردين عملت تروسيونس دونترينمون، على خاطر بحكم النادي اللي عنده فما دوره نتاع المرحوم لطفي السبتي، مباريات ثلاثه مباريات في اسبوع، يعني تفهمنا باش نمشي نشوف اكثر المجموعه نقرب على المباريات. ممكن تعرف يعني المدرب ديما يعرف قيمه اللاعبين والامكانيات نتاع اللاعبين خاصه في المباريات. كانت فرصه ليا انا عند بعد ما فات الدوره تقعدنا باش عند الامضاء العقد ونشوفوا العقد، كان فما اختلاف وهذا راهو عادي جدا وطبيعي جدا. علاقتي دائما ممتازه باتحاد بنغردين، مسؤولين اتحاد بنغردين ما فما حتى شيء يعني يدعو الى الاستغراب ولا يدعو الى يعني كلام اخر ما يليقش اسمي انا ولا ما يليقش باسم اتحاد بنغردين. دونك ماذا بينا يعني الاشياء تبدا واضحه والبيان تاع الاتحاد بنغردين واضح، ما فماش حاجه يعني غريبه بالنسبه لي. حسب البلاغ اللي حكيت عليه مدرب اللي باش يخلفك حسين الجيبس الظاهر كما نقولوا بالتفاصيل هذم على اللي انت ما ذيتش بيهم، نجم نقولوا عمل انت تشرطت اكثر من لازم على اتحاد بنغردين والا حسين الجيبس عمل تضحيات؟ ما نعرفش، انا بالنسبه لي انا مدرب محترف، فما اشياء ممكن ما نجمش نازل عليهم، فما اشياء ممكن ما نجمش يعني نتعداهم. نعرف ظروف الماديه نتاع النوادي التونسيه تو اللي قاعده تعيش فيها، نعرف بالكورونا بالمشاكل الماديه اللي تعاني فيه جل النوادي التونسيه، لكن انا كمدرب محترف فما اشياء ممكن انا بتاتر ما قبلتهمش، مدرب اخر كما قلت لك يجم يقبلهم، طبيعي عادي جدا. يعني كل واحد كيفاش النظره نتاعو، كما اي مدرب عنده فلسفته في الخدمه نتاعو، كما اي مدرب زاد عنده قناعات نتاعو عند امضاء العقد. اشياء فلوس ولا حاجات اخرى؟ يعني فما اشياء فما نقاط ممكن ما نحبش ندخل اكثر في التفاصيل سلام، على خاطر زي يعني بالنسبه لي انا دخلت يعني للماضي و باهي فقط فلوس ولا مش فلوس؟ ظهرك نحب بدكم الجواليز سلام كما قلت لك. لا كما قلت لك يعني انا بطبيعتي ما نخبي حد شيء وديما نقول يعني الاشياء كما هي، ما فماش حاجه كي جات فما حاجه استقاله ولا جات فما اقاله نقول، ما بالعكس نحن مدربين ديما في كانوا حاضرين في اي وقت تنجم تخرج من النادي. دونك لكن كما قلت لك يعني اختلافات في وجهات رأي، اختلافات في تفاصيل نتاع العقد، في نقاط مهمة في العقد ما تفهمناش. عدم الإجابة بالنسبة لي أنا في حد ذاتها إجابة، أنا فهمت أنه مش فلوس. قول لي؟ أنا فهمت أنه مش فلوس معناها الاختلاف.
لا انت ما انا ما قلت ما قلتلك اي انت ما قلتش لا ما قلتلكش تنجم تكون لا لا فما شيء فما امور ماديه وفما امور اخرى دونك ما تهمنيش كما قلت لك راه تقعد ما يقعد كان العلاقات وتقعد العلاقات الطيبه حتى كان ما تفهمنيش راه انا صدقني يعني لليوم دائما في اتصال مع المسؤولين ولليوم علاقتي طيبه معاهم ونتمنى لهم كان الخير ما شفت منهم كان الباهي ما ريتش حاجه خايبه حق يعني كما دخلت باحترام زاد كيف وقت اللي انهينا يعني الاتفاق نتاعنا ما تفهمناش خرجنا باحترام وبالعكس ما فما حتى شيء ما يقعد في الكوره كان الاحترام والتقدير. يعطيك الصحه شكرا لك كمال بالتوفيق ان شاء الله ليك في تجربه جديده. شكرا. دونك كان هذا كمال زعيم حكينا على اسباب القطيعه مع اتحاد بن قردين كما قال هو ماهيش اقاله ماهيش استقاله كان خليك كما سماها قطيعه بعد عدم الاتفاق حول بنود العقد. فاصل بعد شويه نحكيو على السيابي.